أنا ليلى سليم موسى بن خليفة، أعلن ترشحي لخوض الانتخابات الرئاسية والتي تحدث لأول مرة في تاريخ ليبيا منذ استقلالها. خرجت قبل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لتصبح أول امرأة تخوض معركة الانتخابات الرئاسية في تاريخ ليبيا. أكثر من 90 مرشحاً يخوضون سباقاً مصيرياً واحداً سيحدد مصيره في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل، وهو اليوم المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية وسط اهتمام إقليمي ودولي. من هي ليلى بن خليفة وماذا قدمت في السنوات الماضية؟ ناشطة سياسية عملت في المجال الإعلامي سابقاً، عرفت بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات قبل أن تترأس حزب الحركة الوطنية. سعت خلال السنوات العشر الأخيرة لإقرار قوانين تضمن التمثيل العادل للنساء. هي طالبت بتخصيص 30% من المناصب الحكومية لهن من دون تحقيق أي نتائج تذكر. اليوم تستمر بنضالها لإيصال صوت المرأة، معلنة عن نيتها مكافحة الفساد. هي التجربة الأولى لها ولليبيا منذ الاستقلال، فهل تنجح في كسر حاجز الذكورية وفتح باب الفرص للمرأة الكفؤة؟